قبل ما نستقبل ضيفي الكريم الكابتن الكبير كابتن محمد حشيش، اقول لكم بسرعه على برنامج احتفالات الاهلي في العيد. ان شاء الله النادي الاهلي وضع برنامج مميز جدا للاحتفال بعيد الفطر. فرع النادي بالشيخ زايد هيبقى فيه حفل الفنان مصطفى حجاج اول ايام العيد من الساعه 6 ل 7 مساء. بعد الحفل الفنانه صابرين النجيلي من الساعه 7 ل 8 مساء. وفي ثاني ايام عيد الفطر تقام الورشة الفنية وحفل الأطفال على أن يشهد ثالث أيام العيد أكوا بارك بحمام السباحة. مقر النادي بالجزيرة تاني يوم العيد في حفل ترفيه الأطفال وأوبريت الليلة الكبيرة من الساعة 5 ل 7 مساء. بعد هذا الأوبريت حفل غناء الفنان مصطفى حجاج أيضا من الساعة 7 ونص للساعة 9 ونص أعتقد يعني. بعد كده هيبقى في ورشة فنية للأطفال مع نسمة حسن من الساعة 7 يعني بعد حفلة الفنان مصطفى حجاج بحديقة الخالدين. فرع النادي بمدينة نصر يشهد ثاني أيام العيد أيضا حفل الأطفال من الساعة 2 ل 6، ثم حفل غنائي للفنان لؤي من 8 ل 9، يعقبه حفل الفنانة هدى من 9 ل 10 مساء. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد فطر مبارك على حضراتكم دايما بالخير والرضا من ربنا سبحانه وتعالى. بعد الفاصل يبقى معانا النجم الكبير الكابتن محمد حشيش نجم الأهلي السابق. استنوني.